تأثر إلى أحكام جديدة ومشددة في قانون السير الجديد، ومن ضمنها عقوبة مشددة لمن يحرف أو يمحو في رقم الطراز المتسلسل ورقم المحرك تصل إلى حبس 3 سنوات وعشرين مليون ليرة غرامي، وعقوبة للتأثير على قراءة لوحات المركبات تصل إلى حبس 3 أشهر ومليوني ليرة غرامي. ويشدد القانون على إلزامية تسجيل الأتيفي والدراجات الجديدة والمستعملة، كما وينظم وكالات البيع، حيث يجب على كاتب العدل إعلام دائرة التسجيل عن أي عقد خلال 48 ساعة، وتكون مهرة التسجيل 2 شهر، بعد ذلك تفرض غرامة 100,000 ليرة عن كل أسبوع تأخير. مواصفات المركبات والمعاينة الميكانيكية يشدد عليها القانون، فيضع عقوبة من الفئة الخامسة للتأجير أو استئجار الإطارات أو أي قطعة بقصد الغش بالمعاينة الميكانيكية، وينص على تحديد ميزات وتجهيز الباصات بقرار من وزير الداخلية. رخص السوق أيضاً إلى حصتها من القانون، بينص على عقوبة مشددة على قيادة مركبة دون إجازة سوق تصل حتى 3 ملايين ليرة وحبس 3 سنوات، وينص على تجديد إجازة السوق الخصوصية كل 10 سنوات والعمومية كل 5 سنوات مع تناقص المدة نسبة للدواعي الصحية المتعلقة بالعمر، ويفرض التصريح عن سائق مأجور. أما عند الإدانة بجرائم المخدرات فتلغى رخصة السوق ويمنع صاحبة من التقدم لامتحان سوق جديد لمدة 5 سنوات. تصريح عن العنوان المفصل لطالب الرخصة بشكل يسمح بتسليم الرخصة والغرامات بالبريد. تعيين لجان امتحان السوق العملي تأتي بقرار من وزير الداخلية من موظفين مجازين أو عناصر قوى أمن مجازين في الخدمة الفعلية يخضعون لمباراة كفاءة. تعليم قيادة المركبات وضع للقانون آلية تنص على إنشاء معهد مروري متخصص في قوى الأمن الداخلي يحدد بمرسوم من مجلس الوزراء، على أن يحمل مدرب السوق شهادة امتياز فني اختصاص مرور، وأن تحدد مواصفات أجزاء الطرق المستعملة لتعليم السوق. كذلك يجب على مدرسة تعليم قيادة المركبات أن تزود المتدرب بإفادة تدريب ترفق بطلب امتحان السوق.